تعالوا بقى نبتدي بالحدث اللي طبعا بيتابعه كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان من امبارح، وهو قرعه دوري السوبر ليج الافريقي اللي اوقعت الاهلي في مواجهه سيمبا التنزاني في ضربه البدايه الافتتاحيه لهذه البطوله. مباراه الذهاب ان شاء الله هتكون يوم 20 اكتوبر هتتلعب في تنزانيا، ومباراه العوده بطبيعه الحال هتتلعب في القاهره. في حاله فوز الاهلي ان شاء الله رب العالمين وعبور مرحله الدور ربع النهائي على حساب سيمبا، هيلعب الاهلي مع الفائز من الاثنين اللي هيواجهوا بعض في مواجهه قويه جدا، سان داونز الجنوب افريقي مع بيترو اتلتيكو الانجولي. يعني في احتماليه كبيره يا حضرات ان احنا نشوف مواجهه تجمع ما بين الاهلي وسان داونز في الدور نصف النهائي. طبعا مواجهات قويه جدا، خصوصا ان هي اول نسخه بقى بتضم اقوى 8 فرق في القاره، فربنا يسهل الحال ان شاء الله. حاسه ان احنا هنشوف بطوله قويه جدا، الفرق قويه جدا طبعًا. والحقيقه يعني يمكن الجانب الثاني بقى من القرعه كمان هيلعب مازيمبي الكونغولي مع الترجي التونسي، واللي هيفوز منهم هيواجه بقى الفائز من مواجهه انيمبا النيجيري والوداد المغربي في الدور نصف النهائي. الاهلي طبعا عنده افضليه نسبيه يا كريم، يعني يمكن اول مواجهه ليه ان هو هيلعب ماتش العوده على ملعبه، وكمان في حاله التاهل مواجهه سان داونز او بيترو الانجولي برضو هيلعب يلعب الاياب في مصر. الاهلي بقى وصل النهائي وده اللي احنا بنامل فيه طبعا ان شاء الله، هيلعب الاياب في مصر. يعني عايزين نتمنى كل التوفيق لنادينا في اول نسخه لبطوله دوري السوبر ليج الافريقي ان شاء الله.